The story began when I was 8 years old. I remember seeing this wrecked egg-shaped building with unique scars on it. It stood there in the middle of downtown Beirut, along with many other buildings who had the scars of war. Like most of us who didn't grow up fighting our father's war in the streets of Beirut, I didn't know what it was. I thought it was a water tank. When I asked my parents, they told me this building used to be a cinema. Cinema Grand Theater. It was 20 actors, 25, 30 cinemas. The first events. It was in the first street of Shabshara. اللي كان الشيء المميز فيها السقف اللي جاي بطريقة مبروم برم بيضاوي الشكل كنت تنزل عليها؟ ايه كنت انزل كنا ننزل بس يكون في شيء افلام يعني كنا ننزل على كل سينمات بيروت ونجمي نروح على جراند تياتر Then one day some visionary came by and transformed the area to what it is known today. New buildings were formed everywhere. It was a complete makeover for the old city. The egg was scheduled for demolition. That notion made me feel uneasy. I had to do something. Luckily, I didn't have to go far. I found help on a Facebook group called Save the Egg. صار هو إنه على الإنترنت لقيت أرتيكل انكتب 2006 إنه كتبه رأفت مرزوب على يالبنان.com إنه the egg is going to be demolished وإنه انشرت الأرض وإنه بدهم يعملوا شيء محله وهيك. وانا انه اول رياكشن كانت انه جنيت انه ما معقول وهيك وما بعرف ريفلكس دغري قلت خليني بلش جروب على فيسبوك عملت سيف ذا ايج عزمت اصحابي اللي هن كانوا 400 يمكن اول يوم ثاني يوم ثالث يوم صاروا 2000 بعدين في اورجنايزيشن اسمها اندي اكت هن ذير ليج اوف اندبندنت اكتيفيستس واللي بيعملوه هن بيفتشوا على اذر اندبندنت اكتيفيستس عندهم كوز And they support them. وبيعطوهم كل support they need. But they contacted me. وقررنا نشتغل سوا. وهلا أنا one of the independent activists تبع Indie Act. In the long run, بدنا نعمل demonstration, protest ضد ال demolition. بس نفس الوقت يكون مثل concert ويكون مثل art exhibit. بيكون فيه الناس artists. They can exhibit their works, anything related to the egg. Hopefully inside the egg نقدر نعمله. It would be يعني, a nice day of appreciating the egg and all the while getting our voice out انه نحن كل هالبورسيون من الشعب اللبناني we disagree with what you're doing ما عم نلاقي ابدا انه we should have a say شوي in what Lebanon looks like هيدا بلدنا وما في الا بيجوا foreign investors وبيكسروا كل شيء that makes Lebanon Lebanon وبيعملوا skyscrapers وtowers محلهم ما في غير هالأج قاعدة random in the middle between everything. It survived the war. It's weirdly shaped. But why are we erasing everything that is reminiscent of this period, اللي هو everyone is proud of, yet إنه عم نكسر كل شيء that reminds us of it.
طيب. فؤاد انتبه وما بدي فشل. قولي لهم ما عندي ولاد وانت وهن ولاد. وقت يا فضلك ويا عيش. والله السينما تعني لي هالذكريات القديمة اللي كنا نقضيها ببيروت، ننزل بعمر ال 18 وال 20، يعني بحكيك من 40 سنة، كانت تعني لي أيام الشباب، أيام العزوبية، أيام بيروت اللي كان فيها كل الملل، يروحوا على السينما ما حدا يفكر انه هيدا مسلم هيدا مسيحي هيدا، يعني اذا كان بدهم يهدموها لهالبناية اللي بعدها موجودة، الوحيدة اللي بعدها موجودة بعتقد بأول شارع شارة، يعني بتروح لي كل ذكرياتي اللي كانت بتذكرهم. كل ما بمرق من هونيك بتذكر الأيام الحلوة اللي قضيتها. It's just beautiful. يعني people can't explain it. They just they love it. They feel it has a charm. كل واحد بيمرق حدا عنده شيء. في ناس بيفكروها هن صغار كانوا يفكروها خزان ماي. في ناس كانوا يفكروا إنه في دجاجة جوا. بعتقد أنا إذا بيضل مشان الأجيال الجاية تفرجوا هالبنى القوي اللي تعمرت فيه. وبتمنى إنه تضل أحلى ما تتهدأ. The way I see it هو إنه كأنه حدا عنده ألبوم فوتو، وكل سنة كل ما يكبر سنة بياخد صورة، وبدل ما يحط صورته جديدة حد القديمة بيحطها فوقه. كل سنة بياخد صورة بيحطها فوقه، كل سنة بياخد صورة بيحطها فوقه، بيجي على آخر حياته بيفتح الألبوم عنده صورة واحدة of what he looks like now. شو بيستفيد؟